السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناه. دائما كيف ما كتعرفوا عليا الافاده، اي حاجه كنجربها وكنستفد منها كنبغي نبارطاجيها مع الاخوات باش تعم الفائده. وكاين شي حويجات هنا اللي مهمه ومفيده في هاد لا فيديو، فكنتمنى تشاهدوا حتى النهايه ونبارطاجي معكم ايضا العشيوه البسيطه المتواضعه اللي درناها انا وليداتي، العشيوه ديال الزربه. فبقاو تشاهدوا لا فيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. وما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات وديروا لايك وشكرا ومع السلامة. خلى لكم ولدي الميساج، فكنتمنى تديروا فيه. كيف ما كتشوفوا هنا راني عجنت الخبز، ها هو عجنت الخبز، درتهم كبار، ما فيا صراحه ما يبقى يطيب خبزه صغيره. خبزه صغيره هاد الايامات كل هاد العيد كتعرفوا كنديروا خبز صغير، دابا راه عجنتهم كبار، عجنت 4 على حساب اليوم وغدا في الفطور. كتعرفوا الشواء وداكشي كيبغي الخبز يكون سخون يكون رطب، داكشي علاش عجنته في العشيه. وغادي نوريكم دابا هذا البرودوي هذا، المهم راني كنت يلاه غسلت المعينات، غنوريكم هذا البرودوي هذا رائع البنات. عرفتي الشوايه كيفاش كانت؟ وراني رشيت عليها شويه وما حكيتها ما حتى حاجه. شوفوا شوفوا داكشي اللي كيتقطر منها، يعني بلا حكان بلا حتى شي حاجه. يعني مادام حنا الحكان ما تحكوها حتى تكون مثلا صافي ساليتو، ما بقيتوش غادي تشويو على واحد المده. بحال دابا كنشويو يوميا تقريبا، يعني كنحيد غير داكشي هكا الكبير والخفيف كنعاودو عاوتاني نشويو فيها. ولكن ملي كنبغي نجمعها راه تنحكها بجيكس مزيان. ولكن هذا البرودوي راه عاوني صراحه، ما عرفتش سميتو. هي فايف، انا راه فراسك ما عرفتش سميتو، انا غير مرت لوسي قالت لي خديه وغتفكريني، وفعلا انا كنشكرها من هذا المنبر. الثمن ديالو رخيص بزاف، 5 ديال الدراهم، خديته ب5 ديال الدراهم. وغادي نرش دابا باش تشوفوا. المهم هو نورمالمون خاصكم يكون شي بانيو، يكون شي بانيو كبير هكا. المهم انا غادي نرش على هاد الجهه. تخيلوا انا راه ما حكيتهاش، والله القسم ما حكيتها الا كانت عامره على هكذا، كانت عامره. راه كتعرفوا انا القناه عندي داكشي ما يفيد الوصفات اللي تفيد المراه في الدار ديالها. المهم انا هذا واخا راني غتقولوا لي ضيعته، ولكن انا ما عنديش شي بانيو كبير اللي نقدر ديال الصبين، ما نقدرش ندير فيه هذا الشيء. المهم ما عنديش شي بانيو كبير ولا شي طاسه كبيره اللي غتهز لي، لان الشوايه كبيره كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نخليها غير واحد شويه وغادي نحكها غير بهذه الحلفه هذه، وتشوفوا داكشي كاع اللي صعيب تيطير. كتبقى داكشي اللي خفيف هكا صفر، هذاك الصفر راه هو راه تنحكو غير بجيكس رطب، كتولي كتشعل. المهم غادي نحاول نحكها معكم دابا ونخليها بعدا واحد شويه عاد نغسلها. البنات واي واحد غادي يشوف هاد اللقطه في هاد لا فيديو، كنتمنى تستافدوا منها بزاف من هاد المشكل اللي وقع لينا حنايا. غتشوفوني كنصور الثلاجه لانه وقع لينا فيها مشكل. صراحه وقع المشكل في العيد بالليل، والصباح ديال ثاني عيد عاد اكتشفناه وما نعاودش لكم، ما صورتش لكم صراحه، سمحوا لي ما صورتش لكم داكشي بالتفصيل لانه تضعقنا وتخلعنا وبقينا كنقولوا فين غادي نلقاو المعلم. ونهار ثاني عيد يعني الصباح ديال ثاني عيد كي غادي كي غادي نديرو باش نديبلاصاو، الا بغينا نمشيو نجيبو مثلا كونجيلاتور صغير ولا يعني نمشيو حتى المرجان. وصراحه كان تخلعنا، ما نعاودش لكم تخلعنا. واللحم في الفريغو ما خصوش كاع نهائيا يعني يطلق، ولا هذا خصو يبقى جامد راكم عارفين. المهم شنو وقع لينا هو انهم اللي صافي قطعنا اللحم جمعنا درناه في البلاستيكات دخلناه للفريغو. راجلي في الليل ملي سد الفريغو ما ردش البال بلي راه ما مسدودش مزيان، فبقات واحد الفجوه هنايا، بقات فجوه هنا والفوق من هنا الجلده ما لصقاتش على، كان ربما شي ميكات اللحم كانت يعني ما خلاتوش يتسد مزيان. في الصباح فاش ناض لقى ديك الفجوه كيقلبها من الداخل تلقاها كتقطر، يعني راه كانت كتدخل الحراره اللي على برا تدخل للفريغو، ما خلاتش الحراره الطبيعيه اللي في الفريغو ديك البروده الطبيعيه. صافي بقينا كنقلبوا على الحل شنو غادي نديرو شنو ما غنديروش. انا مشيت كنبقشش ما نعاودش لكم، ديما ديروا في حالي، توقعوا لا قدر الله في شي مشكل جريوا اليوتيوب كتبوها في محرك البحث المشكل الفلاني كيخرج لكم الحلول، وكتمشيو تنسقوا بين الفيديوهات. يعني تفرجوا في واحد 4 ولا 5 الفيديوهات، الا عطاوكم هذوك 4 ولا 5 غير 3 منهم كيقولوا نفس الهضره سيروا طبقوا هذيك القضيه راها فعلا صحيحه. المهم انا مشيت تفرجت، والمشكل فاش حطيته في المحرك خرجوا لي غير المصريين، اغلبيه غير المصريين هما اللي تيشرحوا هذا المشكل. دخلت شنو قالوا بانه يعني بلا ما تبدل لا جلده لا حتى شي حاجه، ما تبدلي لا جلده لا حتى شي حاجه. نحنا كنا كنقولوا غنبدلوا الجلده وغنجيبوا المعلم وحريرتنا حريره ما نعاودش لكم.
المهم شنو هو الحل؟ هو ان يعني هاد البلاصه هادي ملي كت ملي يعني كتجمد هي كتبرد هاد الجلده صافي وكتلصق، ما كتبقاش فيها هاد التدريجات هادو، ما تيبقاوش ما كتبقاش هكا مرطبه، كتولي قاسحه وبارده. الحل هو انكم تغليو الماء مزيان، طيبوا الماء حتى يولي سبوله وتديروا فيه فوطه، يعني شويه غتمحنوا، لان حنا صراحه تمحنا، حنا ولينا ما بقيناش تسوقنا للحراق حنايا الماء سخون ولا ما سخونش، ولينا حنا بغينا نحلوا المشكل ديال الثلاجه، ما نكذبش عليكم، وليت كندخل يدي في الماء الطايب وكنخرجوا بالمغرفه ونبدا نعصروا شويه ديك الفوطه في لافابو وكنديروها هنا بحال كن تيكمدنا لها حتى هي، بدينا نكمدوا لهاد الجلده هادي بداك الماء السخون. المهم هادي طلقات بالزربه، درنا شي ثلاثه المرات كنديروا ديك الفوطه، ما طايب قلت لكم صافي ولات رطبه ولات طلقات. الجهه الفوقانيه ما بغاتش تطلق بديك الفوطه، عفسي راجلي صافي قال لك صافي الا ما تسدتش الفوقانيه راه يعني بقات غير في جوه صغيره راه صافي الثلاجه راه مشات. المهم شديت انا الماء من المقراج، درت الطاسه من التحت، درت الطاسه من هنا باش ما يتقطرش الماء من هاد الجهه هادي صافي، ودرت المقراج الفوق هنايا، هنا بديت كنخوي، خويت الماء، حليت بطبيعه الحال هذا الدفه، حليت هذا الباب صافي، وبديت كنخوي الماء من تما بطبيعه الحال، ماشي يعني من البوطاج جبتو لتما، يعني شويه نقصت الحراره ديالو، نقصت ديك يعني ما خليتوش طايب نيت سبوله كيف ما كان، يعني حنا راه صايبنا بهاد البلاصه هادي راه برد واحد شويه، هزيتو بديت كنخوي غير قطرات من الفوق. ما نعاودش لكم طلقات الجلده ولات كتسدها، نتوما كي كتشوفوا راه باينه لكم مسدوده، والله القسم حتى كانت فجوه قدها قداش ما كانتش كتبغي تسد. المهم لا قدر الله لا قدر الله وقعت لشي وحده فيكم ولا في العائله ولا، هذا هو الحل، الماء طايب هو اللي ديروه بنفس الطريقه، يعني انا ما كنتش متوقعه ان النتيجه غتكون هكا، والحمد لله ما جبنا لا معلم ما جبنا حتى شي حاجه، ولكن هذا درس صراحه باش يخليني نفكر اني ناخذ واحد الكونجيلاتور صغير ونحطو يعني لها بحال هاد الظروف هادي، يحطو بنادم يسدو نهار اللي يكون محتاجو يشعلو ويخدمو سورتو في العيد الكبير ملي كيكون الدجاج رخيص، كنبغيو كيلو دجاج 10 ولا 15 فروج ديرو في الكونجيلاتور تيكون رخيص، بحال مؤخرا كان الدجاج غير ب 180 ريال بتسعود ديال الدراهم من الكيلو، يعني مزيانه بالنسبه للدرويش كون كان عنده فين يدير راه يهز كيل منه ويحطو الدجاج قد ما تعطل في الفريكو، يعني ماشي مده طويله ولكن قد ما كان في الفريكو تيكون بنين وتيكون زوين. المهم بلا ما نطول عليكم الهضره، بارطاجيت معكم مشكل وقع لينا وكنتمنى ما يوقع لحتى شي واحد، ويلا وقع لشي واحد هذا هو الحل. اذا ندوزو الحوايج اخرى بقاو معايا. المهم البنات هانتوما شوفوا راه باقي ما حكيتها ما والو، شوفوا داكشي اللي طلقات، شوفوا اللي طلقات يعني راه ما قصتها ما حتى شي حاجه، دابا غندير لها غير بحال هكا بهاد الحلفه وانتم غتشوفوا النتيجه. هي خذوا هاد البرودوي البنات والله العظيم الا غير خذوه وخليوه، انا ما نكذبش عليكم غنمشي دابا غنجيب منه واحد جوج قرعات وغنديروه في السده عندي في الحمام عزكم الله، ونخليهم ينفعوني. شوفوا البنات شوف هاد البرودوي يستاهل ان بنادم يدير له الاشهار، ما غتستافدوا معاه حتى شي حاجه ولكن يستاهل، يعني ما كاين لا كتبداو تحكوا شويه بحال هكا بشي شيته ولا هذا، راه عرفتي الروينه اللي كتنوض راه زدليش كله. انا ملي ما كنتش عارفه هذا البرودوي راه كنت كنحكها ما كذبش عليكم، زدليش كله كيعاود يتمسح وراها، زدليش كله الفايونس ديال الكوزينه كيعاود يتمسح من جهات كامله، اللي هكا اللي مقابلين مع 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 الروبينيو كلشي كيطير ليا، كلشي كتكرفص. دابا غير بحال هكا ما حتاجيتش كاع، وملي كنبغي نجمعها يعني غنبغي نجمعها في مره هكا كندير انا دائما صافي، ملي كتسالي الاجواء ديال العيد كنعرف راسي راه ما بقيتش غادي هاد الحلفه هادي صافي راه مشات بجافي، لان هاد الحلفه راه خاصني نجيب وحده اخرى، راه عندي سكور راه عندي بزاف صراحه، راه غير العكز اللي غادي يجبد عندي، حتى وحدين جابتهم ليا مرت لوسي مسكينه من ايطاليا زويونين الغسيل الماعن فنين، اما ساخياش بها تخسر ليا جامعه ما عرفت لمن جامعها. خليها غير خليها دابا يجي وقتها، دابا يجي وقتها ونجبدها. المهم انتم ما تبداوش على هذه، غنلوحها دابا غنلوحها دابا نكمل بها هذه وغادي نلوحها ونجبد وحده جديده. المهم غير نوريكم غير النتيجه على برا، راه عاد نقلبها انتم شوفوا البنات والله ما كانت هكا، راه كانت عامره وما درت لا مجهود لا حتى شي حاجه زعما تقولوا حكيتها ولا ابدا. المهم نحاول نحكها حتى من هنا ها انتم شوفوا كيطير بسهوله مثلا ما
كنتعذبش نهائيا معها. ها نتوما شوف، ها نتوما كتشوفوا كلشي على عينيكم، يعني كون كتحكي فيها راه غادي تبان. عرفتي مع هاد البلاصه هادي انا هاد الشوايه هادي كون ماشي هاد البرودوي كون راني دازت عليا بعدا بيديا بعدا. عرفتي راه في كل استعمال خاصها تغسل، بدا تستخدمي الجيكس كل مره. المهم راه تحيد، يعني دابا غنشوف فيها عاوتاني هاد الليله غنشوع فيها عاوتاني. المهم نقيه، ما كاينش اللي ما تيعانيش من هاد المشكل ديال الشوايه. راه كنعرف انا، كنعرف انا النساء هنايا والله العظيم الا راه كيلوحوهم، كيلوحوهم وي... وعلاش شويه غزاله هكا نمشي نلوحها؟ علاش نلوحها الطياح؟ وفيه بنادم ما يحرك يديه. المهم بركه راه تنقات، انا نوريها لكم. درت العمليه واخا غادي تجيكم لا فيديو طويله، درت العمليه حداكم غير باش تشوفوا هذاك الشيء اللي صفر. خلاص هذاك الشيء غادي نحكو بالجيكس ملي غنبغي نجمعها. المهم دابا غادي نشوفو فيها وهي نقيه، كنظن راه باينه النتيجه يا البنات، كنظن بان ما تعذبت ما حتى شي حاجه. المهم تحيد داك الشيء اللي كيكون هكا كارم في تيكون هكا يابس في هاد الشوايه هذه كتجيك صعيبه. المهم راه تحيد. كنتمنى كل وحده تاخذ هاد البرودوي تجمعو عندها في الدار. المهم ما جربتوش البنات لشي حوايج اخرى، ولكن هما راهم دايرين الاستعمالات ديالو، كتغسلوا به سبادريات مع شنو هاد المحرك هذا ما عرف ديالاش، هذا الفران صراحه ما جربتوش في الفران، خاصني نجربو في الفران والله العظيم دابا نجربو ونرد عليكم. مع شنو هاد لا ماشين هادي كنظن لا ما لا لا ماشي لا فيسيل هادي، المهم شي ماشين الحمامات اعزكم الله. وهنا ماشين لافي، ها هي ماشين لافي هادي حتى هي كنظن ماشين لافي. صافي ها هما راه كتمسحو بهم الاينوكس كلشي، ها هما راه باينين هنايا شفتوها. صراحه زوين 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 زوين. انا نبقى ندير لكم غير هادشي، انا هادشي هو اللي كنقلب وكنبقشيش، راه ما عندي لا مع برودويات ديال التجميل لا حتى شي حاجه. المهم ايوا ندوز لحاجه اخرى، ندوز نطيب الخبز راه بدا يخمر. البنات المهم الخبز راني طيبته كيف ما كتشوفوا هنا، راه غنديروا الماكله ديال الزنقه. تشهينا الماكله ديال الزنقه بلا عطريه بلا والو، غير مليحه والكمون كيف ما كتشوفوا ها هي باقا عندي هنايا. وهنا واحد شويه ديال الكوتليت لولدي، المهم غادي نديوهم هي شويه. البنات شوفوا كي رديتها ملي غسلتها معاكم درنا فيها دابا. خلاص الماء عندي راه كيطيب باش نعمر واحد البريريت ديال اتاي يكون فعل تارك يكون مشحر. ما غاديش ندير شلاضه لان دايرين المطيش والبصله هنايا، وديجا غادي ندير اتاي ومناضه للوليدات، وديجا تغداو اصلا بشلاضه. كانت شلاضه قبل، هي ضروري خاصكم ديروا الخضره في النهار ديالكم باش هكا كتحافظوا شويه على صحتكم ماشي غير اللحم اللحم. ايوا نخليكم معنا حتى نشويو هادشي ان شاء الله. هنا البنات كنشويو في البالكون لان باش هكا كتخرج صراحه الريحه على برا، وخنقتني ريحه الفاخر. شفتوني كنت ديجا بارطاجيت معكم فرشت هاد الكرطونه، غير غنسالي غنجمعها غادي نلوحها هكا باش ما تكرفطليش الزليج. المهم ماما كيما شي حطينا هنايا، درت هاد الطبيله كنت دايرها في الكوزينه درتها انا نفعتني صراحه كنحطو عليها. ايوا المهم غنكملو هادشي ان شاء الله وغادي نحطو نتعشاو. المهم البنات حنا غناكلو غير في الكوزينه، ها نتوما كي كتشوفو ناكلو غير في الكوزينه. هنا هو راه صافي كمل بحال ديال الزنقه يا البنات، كتجي بنينه ما تحتاجو لا عطريه لا والو، الفاخر راه تيبنن الماكله. كيخلاها شيخي قالك الكفته تلقاها لي غير في الموجبه راه كتجي بنينه، وراه ما كذبش ها نتوما شوفو كطلع زوينه بلا عطريه بلا حتى شي حاجه. وحنا البصله والمطيشه ما تنبغيو غير تصهدو، ما تنبغيوش يطيبو بزاف، تبقى هذيك يعني بحال هكا تاكلي في نفس الوقت شلاضه، تنبغيو غير يشمو ديك ريحه الفاخر ونخليهم بحال هكا. كيعجبونا نديرهم هكا كاسكروت في الخبز، والخبز اللي عجنت قبيله هو هذا راه كيجي حتى هو زوين صراحه. واخا ما بقاش عندي الان، انا مولفه تندير الان في الخبز، ما بقاش عندي الان
وصافي مليحه والكمون داكشي على طبيعته، ما زوقت عليكم ما حتى شي حاجه. قبلوا عليا هاتي راه باقي كيتشحر وغادي نجبد المناضه للوليدات الا بغاوها عاد. ايوا صافي بقى التقديم، قبلوا علينا التقديم راه ما راجلي غشده ولا حنايا. هنايا البنات عيطت على ولدي الكبير، كانوا كيلعبوا فعيطت له باش يجي يتعشى. ولدي الصغير ما تياكلش ليه صراحه اللحوم نهائيا، ما تيبغيهمش، الا ذاقهم ضغمه كيمشي في حاله ما كيعاودش يرجع يزيد. المهم هو راني عطيته تعشى، هو كيبغي غير الديسير يعني الفواكه شلاضه، عطيته شويه الخيار، كيبغي الياغورت، هادشي اللي كيبغي هو صراحه. ما عندوش مع هادشي، كتعجبو البيتزا بزاف. ولدي الكبير انا خويت له مناضه، هو راه عزيز على ولدي الكبير تبارك الله هادشي. وخلاص اتي راه كيتشحر، لحقو طريقو نقص عليه البوطه مزيان وخليته كيتشحر، خاصني يجي اتي صحراويني نتوما غادي تشوفوه. وراجلي راه كيكمل طياب، كيخلي راسو هو، حنا راه كيحط لنا وكنبداو ناكلو، كيخلي راسو هو الشويه الاخيره كيحط فيها داكشي اللي بغا كيطيبو على شهوتو، ما تيبغيش اللحم يطيبو بزاف حتى كينشف. انا كنبغي محمر شويه بحال هكا، تنبغيش تبقى الكفته هكا رطبه، كنبغيها شويه تكون محمره وتكون شاده في راسها. المهم بحال هكا كتعجبني، بحال ديال الزنقه ما فيها لا تمر لا حتى شي حاجه، وكتجي بنينه صدقوني كتجي بنينه. ومن غير بارطاجيت معكم الاجواء ديالنا وصافي، كل واحد كياكل على ذوقه. المهم اتاي كيف ما شفتوا اتاي صحراوي بامتياز، الا ما كانش هكا ويكون ناقص حلاوه ويكون حار شويه ما نبغيش نشربو مع المشويات. شكون اللي بحالي تخليها لي في لي كومونتير. وصلنا لنهاية الفيديو البنات، كنتمنى تكونوا تفرجتوا وما مليتوش ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.